اهلا وسهلا بكم، ونقول لكم يا هلا بالعرفج ويا هلا بالعرفج. هذا اسم الفقره هذا الموسم، وحط الله حطيته تحت اللوجو. ممتاز، عشانكم بطاقيتي حق تويتر موجوده. امورك طيبه، شكرا لحضورك، وان شاء الله الموسم هذا يكون اكثر فرحا ونقدم اشياء ان شاء الله جديده. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا يجب ان اشكر عشرات بل مئات بل آلاف الناس اللي سألوا عن الفقرة، سألوا عنك وعني، ولما هجرت لأمريكا قالوا يمكن أنك تروح خروج بلا عودة. الحمد لله أنك رجعت. ثانيا أشكركم على اللوجو الجميل هذا، ولو أنه الحين حتفتحوا لي باب في النقاش أنه ليش ما تلبس الزي السعودي الرسمي وتكون سعوديا وتلبس شمال لا سعودي. احنا نشوف، احنا نحب التنويع. هذا أنت الآن لابس الزي الرسمي السعودي، وعلى تويتر فإحنا ننوع، فأخذنا لك الصورة اللي هي الأكثر تداول وأكثر انتشار. جميل. أيضا بس فقرة أخيرة قبل أن ندخل، أنه إن شاء الله في هذه الدورة من البرنامج أضفنا بعض الفقرات بالتنسيق معاكم طبعا، سأتحدث عنها في حينها لما نصل إليها. طيب إحنا طيب عودناكم أن نبدأ بالأخبار، والسنة هذه يعني في شغل فلترة عالي ما يتعلق بالأخبار لنفرز الأجود أو الغريب الأكثر. أو مشاري الوهبي من رياض صحيفة الاقتصادية، خبر الحقيقة مسرب ولافت، وهو استقالة رئيس تنفيذي لشركة الاتصالات السعودية والبديل لبناني. علمت الاقتصادية مصدر مطلع في قطاع الاتصالات السعودية أن رئيسا تنفيذيا لإحدى شركات الاتصالات الأربعة المدرجة في السوق الأسهم السعودية تداول قد قدم استقالة منصب لأسباب خاصة بعد أن مضى أكثر من عام على تعيينه. وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسم الشركة أن مجلس إدارة الشركة قبل الاستقالة موضح أنه تقرر أن يكون البديل الرئيس المستقيل إحدى الخبرات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي من الجنسية اللبنانية. ويتداول في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات سوق الأسهم السعودية أربع شركات هي الاتصالات السعودية موبايل، إضافة إلى شركة زين السعودية وعذيب الاتصالات، فيما كانت الخامسة الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة التي صدر في يناير الماضي أمرون سام بإلغاء تصريحها وتصفيتها. تعليق بس دقيقة. ارتشف يا صديقي. أبد لا ارتشف، المعاميل لأنه هناك ما عندك إذا جيت ارتشف، لأنه مثل هالخبر ينشف الريق الحقيقة. يعني أنا أشعر بألم يا أبو سعد لما وجدت مثل هذا. أول شيء أشكر صحيفة الاقتصادية اللي سربت الخبر، هي الوحيدة اللي سربته. أنت عندك الآن ما شاء الله مشروع البرنامج الخامس للابتعاث في السعودية، مشروع خادم الحرمين للابتعاث، عندك 27 جامعة، عندك كل التخصصات وكل المزايا الوطنية في مثل هذه الوظيفة. أنا لا، ليس لدي مشكلة مع الأجنبي، الأجنبي إذا كان له فراغ هنا مكان فراغ ممكن يسد أهلا به، ولكن أنت عندك البديل. لماذا مثل هذه الوظيفة يأخذها لبناني؟ يعني شركات عربية، من كثر الشركات كلها أربع شركات الاتصالات يكون فيها مبلغ، يعني هذه أول شيء مبلغها راتبها كبير، ثانيا تخصصها. أنا أعتقد أنه جامعات السعودية أكفى من جامعات لبنان في كل الأحوال، وحتى العقليات الإدارية هنا أفضل بالنسبة للعدد السعودي الضخم. هو بس نوضح شغلة، بس احنا ما احنا ضد اي لبناني ولا اي جنسية اخرى، بس الفكرة هي مفهوم السعودة. بالضبط. انت لما تكون الرئيس التنفيذي تتقاضى مبلغ عالي. بالضبط. والشركات قليلة، واليوم الموظف السعودي او طالب العمل السعودي او هذا يعني اكثر تنوع، لانه درس في عرق الجامعات. بالضبط. شتى أنواع في شتى دول العالم. نعم. عنده خبرة أيضا، هو أساسا يتعاطى مع جنسيات أخرى داخل بلده. بالضبط. مختلف يعني، وثم يخرج، يعني في أكثر من سبب. يعني أنا لا يمكن أقتنع بهذا اللبناني إلا إذا قالوا والله لا يوجد سعودي أو واحد بعقلية هذا اللبناني، هذا صعب إثباتها. نحن نهتم بسعودة سوق الخضار والبصل والأشياء هذه اللي دخولها دائما بسيطة جدا، ونهمل مثل هذه الوظائف الراقية في البنوك وفي الاتصالات. مدير برضو التنفيذ. ترى مركزين على سعودة الرعيان، ترى مهمة الرعيان، بس ما يصبر عليها عشان الخصوصية إلا أهل السودان. صدقني أنا سويت تحقيق زمان عن الرعاة، أكثرهم من السودانيين. نرجع للموضوع هذا. أنا أتمنى أنه مدام الحمد لله أنه الاقتصادية سربت الخبر، أنه أهل الشركة هذه يسمعون كلامنا الآن ويعرفون أننا حنكون خصم عنيد لهم، ويثنون أنفسهم عن القرار. يجدون، إذا لم يجدوا سعودي أنا مستعد، ليس لدينا مانع، يوظفون لبناني. يعني أنا أتمنى أن يعني نكسر الصورة النمطية وهي عقدة الأجنبي. يعني خذها في ملاعب الكرة مثلا،
خذ ملاعب الكرة. انت لاحظت الاتحاد الاسبوع هذا من غير اجانب وفاز. بدينا في تمرير الاجنده. لا والله مو اجنده، لكن خذها من هالباب. انا اعتقد، اعتقد ما دام ان السعوديين لازم نقتنع فعلا بكفاءتنا. انا اعتقد انه في السعوديه، شوف الخبرات اللي ممكن ما في مشكله، بس انت تتكلم نقطتك لمن يعني بالزبط. لمن يشاهدنا الان تتكلم انت عن اربع شركات اتصالات يعني صلب تخصص. نعم يعني ما في اي منطق بالضبط يعطي عموما. بس الموضوع الرعيان الرعاة، ترى الدكتور احمد ما يقصد اساءة لاي بلد، يعني السودان بلد عظيم، واي انسان راعي يعني هو لا مهنه الانبياء مهنة هذه الأنبياء. مهنه الانبياء. لكن الفكره هي انه وزاره العمل لما تركز على سعوة مثل هذه القطاعات البسيطه هو يقطع رزق مثلا اهل السودان ولا يوفر بديل. صحيح. انا اتمنى الوظائف الاداريه القياديه هذه انه يهتم فيها بسعودتها. طيب على طول سكت، ما قامت. لا والله ما نبغى ندخل اول مره، خلينا الاسبوع الجاي استعد للملاكمه. لا استعد للملاكمه الاسبوع الجاي. اوكي، نروح الى نسبه البطاله تسير في الاتجاه المعاكس لتوقعات الخطه الخمسيه التاسعه. هذا في الجزيره لعبد المجيد ادريس. تعليق. والله يعني انا الخبر هذا لفت نظري. انت يا ابو سعد لما يكون عندك راتب ومخطط انه انت كل سنه توفر 50,000، تفاجأ السنة اللي بعدها أنك أنت ما وفرت 50 بل أصبحت مديون ب50. هنا تبقى الخطة هي خارج المسار اللي أنت وضعته للتخطيط. يجب إعادة النظر في مثل هذه الخطط إذا كان هذه صادرة من وزارة التخطيط، من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وفي النتيجة أنه كان متوقع أنه البطالة تنقص 5% ترتفع إلى 12. أنا أعتقد أننا لو نحن بلا خطة كان أفضل. هنا نقول أنه ليتنا بلا خطة بمثل هذا الرقم الكبير. الخلل واضح يا أبو سعد في موضوع السعودة. ليس هناك اتحاد بين الوزارات. وزارة العمل تغرد لوحدها، وزارة الاقتصاد تخطط لوحدها، مخرجات التعليم تخطط لوحدها. يجب أنه هذه الثلاث الوزارات المعنية، أنا إنسان وزارة عمل أقول للجامعات أنا محتاج كذا وظيفة، كذا ألف في هذا التخصص، كذا ألف، وبالتالي أنت تلبي احتياجاتي. أما تصبح الأمور هكذا يعني إضاعة للوقت، اجتماع وراء اجتماع وتخطيط وراء تخطيط وخطط خمسية كلها تنتج بطالة، يجب التوقف. نعم. طيب عندنا خبرين مع بعضهم. مثقفون الأدباء السعوديين ألفاظ براقة وافتقاد الصدقية. أسماء العبودي في الرياض، من الرياض. هذا الخبر في المفروض أن يكون في صحيفة الحياة. صحيفة الحياة. نعم. المتأمل لمحاور مؤتمر الأدباء السعوديين الرابع الذي ينطلق مساء اليوم، يعني هو طبعا هذا أمس أعتقد، في المدينة المنورة بمشاركة العشرات من الأدباء المثقفين وكذلك عناوين الدراسات، يقع في حيرة مباشرة. فهي عناوين ومحاور فضفاضة وتفتقد الدراسة، مثل قصة قصيرة جدا في تويتر، تجربة مسابقة أدب الرياض نموذجا، هل تستحق تجربة عابرة مثل هذه ورقة تلقى في مؤتمر يفترض أن يكون مهما، هذا النص الرقمي بين الإنتاج والتفاعلي، توسط الحوار الاجتماعي مع الآخر ماذا يعني، قصة الأطفال الإلكترونية، السيرة الذاتية الرقمية التفاعلية، وأيضا الحجيلان لا نقصي مثقفا بسبب توجه الأيديولوجي. هنا يؤكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام والشؤون الثقافية المشرف العام على مؤتمر الأدباء السعوديين الرابع الدكتور ناصر الحجيلان ثراء البرنامج العلمي وتنوعه ضمن المحور الرئيس مؤتمر الأدباء السعوديين الرابع الذي يدشن فعاليته في خيمة العقيق بجوار فندق البريديان بالمدينة المنورة، وهو الأدب السعودي والتفاعلات. مشينا للأدباء والباحثين تناولوا محاور المؤتمر في حوالي 35 ورقة إلى آخر الخبر. مثل هذا الخبر الحقيقة يعني وإن كنت أنا محسوب على الأدباء أو محسوب على المثقفين أو الكتاب أيا كان لا تعنين الصفة، لكن أنا أعتقد مثل هذه الأشياء هدر مالي لا مبرر له. يعني هذه المؤتمرات الأدباء تذكرني بسوق العلف، تعرف سوق العلف اللي ينتهي بانتهاء اليوم. إيه بس أنت دكتور الحين في ناس من اللي معك كنت محسوب عليه يقول لك يعني عشان ما دعوا العرفج. لا بعدين في شغلة ثانية. طيب إذا أنت جيت وتقول لا مبرر له، طيب سوق عكاظ أنت يعني سريرك يعني نعم كذا السوق عكاظ وتمدح فيه، ليش هذاك يعني ليس هادر مالي وهذا هادر مالي؟ أنا أعطيك الفرق يا سيدي. أنا للأمانة مسألة لا دعي أنا مو عرض
معرض عن كل الدعوات، انا لا استجيب لسوق عكاظ، وتحدى احد مسلم عاقل بالغ انه شافني. يا رجل شافني في السوق، اعطوني مناديل بس لانه وحده. شافني في مثلا الجنادريه او مؤتمر المثقفين او مؤتمر الادباء او معرض الكتاب، كل هذه انا لا احضرها. انا احضر عكاظ لسبب بسيط، انه اولا قائم على القطاع الخاص، ثانيا ثانيا انه 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 ملتقى ثقافي شامل يتحدث عن سوق، ما يتحدث عن ثقافة. خلينا نتكلم عن مسألة سوق العلف. أنا ليش أقول سوق العلف؟ لأنه أنا حضرت المؤتمر الثالث، حضرته، كان في توصيات كثيرة. الآن المؤتمر مضى عليه 15 سنة لم تنفذ ولا وصية واحدة. أنا ما يهمني الآن توصيات المؤتمر، يهمني جزئية بسيطة وصوا عليها وهو صندوق الأديب، وهذا اللي يهمني. صندوق الأديب عبارة عن صندوق ترعاه الدولة، يذهب ريعه الى المحتاجين من الادباء. يعني مثلا عندك الله يرحم الشاعر المبدع محمد الثبيتي، يعني الاستاذ عبد الله عبد الجبار، انا اعد لك اسماء كثيره. صحيح. كانت في حاله تقشف وكانت في حاله ابانها ما تقبل شيء. لو كان في صندوق للاديب مثل هذا كان امن حياتهم واعطاهم حياه كريمه. المشكله الان في المؤتمر هذا انه الاف الناس اللي حاضره وبدون، هم يقولون ادب التفاعلي. انا راجعت الاسماء، ليس فيها ادب، ليس فيهم واحد متفاعل في السوشيال ميديا. ايضا أنا يمكن يراقب عن بعد المشهد، يمكن يراقب عن بعد المشهد، ما أدري. الشيء الثاني إنه الأسماء نفس الأسماء، يعني هم المشرفين على 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 المؤتمر الأدباء، هم المشرفين على معرض الكتاب، هم المشرفين على ملتقى المثقفين. الشيء الثالث، أنا ما أجيب كلام من عندي، اليوم في مقالين في عكاظ بس الحالة، سعيد السريحي كان ينتقد وأحمد عايل الفقيه ينتقد. أولا، هو له مؤتمر للأدب أو للأدباء؟ هنا تختلف المسألة. إذا أنت للأدب فأنت تدعم الأدب، إذا الأدباء فأنت تدعم الأدباء. ترى المسألة صحيح أنها تبدو ساخرة لكنها في فرق جوهري. إذا أنت تدعم، إذا تدعم المؤتمر أدباء يجب الصندوق يكون من أولوياته. أنا ليش مقاطع مثل هذه الأشياء وأعرف أنها والله لا قيمة لها؟ لأنه التوصيات ما تنفذ. المؤتمر الأول كان قبل 30 سنة، الآن نحن في المؤتمر بعد 30 سنة ما نفذت وصية واحدة. هي كلها بهرجة ولبس بشوت واحتفالات وتقرب لمسؤولين وانتدابات وروحة وجاية، ما منها. عموما لهم حق الرد في وقت شاو، وأنا أقول لهم منبر منبر للجميع. نروح الخبر الرابع. 72.4% من السعوديين فوق سن 40 يعانون من السمنة. يعني أنت لازم تعلم. لا لا لا، أنا ما لي علاقة بالسمنة، أنت شايفني أرشق واحد. قالوا لك لازم تنقص 20 كيلو خلال كم شهر الجاية. ايوه، ذا عشان بصير لاعب كورة، مش لاني انا مش للرشاقة، في الحارة. ايوه الحارة. شوف يا سيدي، موضوع السمنة للأمانة من الموضوعات المزعجة، وان كنت انا واحد بس انا اعتبر يعني نص سمين، مالي سمين يعني في طريقي للسمنة. لا لا، انت عندك شغلة جيدة للمشاهدين محبينك، يعني مريدينك انت يعني مواظب على الرياضة يوميا ساعة ونص. ايوه والله، وعند المقبرة، لانه المقبرة تمر عليها سريع واقنعناك تروح الكورنيش يعني مرة وافقت. انا اقول لك يا سيدي، موضوع السمنة هذا والله موضوع خطير، لكن انا من خلال مشاهداتي في المجتمع السعودي، اولا الرجل لا يمشي، ليش تمشي المرأة فقط؟ لذلك كل السوار اللي عندنا هي سور حوامل، ما في يعني. لا مسكينة، هي تمشي وقت الحمل. بالضبط، تمشي في الدقائق الأخيرة بعد من الحمل. وبعدين أحيانا من تفاهة بعض الرجال أنه تجد الزوجة تمشي وهو يمشي بجوارها بالسيارة. أيها. لما تسأل يقول لك والله الدكتور ما قال لي يمشي. يا أخي أنت استغل الفرصة ما دام زوجتك ماشي، ليه تمشي جنبها بالسيارة؟ يمشي مع بعض. الشيء الثالث يا أبو سعد، واللي متعجب فيه، أنه نحن ناس متشبعين في الدين، يعني الدين عندنا وهذا شيء مفخرة لنا، لكن لما تجي لموضوع السياسة الغذائية في الدين نحن أبعد الناس عنه. إيه لا، هو موضوع الأكل يفرق. أيوة. حديث الرسول. نعم. متجنبه موضوع. يعني مثلا أعطيك مثلا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ورد إنه يأكل بثلاثة أصابع عشان تصير لقمة صغيرة. أي عشان يصغر اللقمة. حنا ما شاء الله البيت الشعري يقول اضرب بخمس ولا تأكل بملعقة، إن الملاعق للرحمن نكران، يعني لا تأكل بملعقة، لا تأكل باليد كلها. الشيء الثاني إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، يعني لا نشبع إنه ما نملأ المعدة. يوم أنا كنت صغير كنت بتصور لا نشبع يعني أنا بس نأكل، لا، هي لا نشبع يعني لا نملأ المعدة. أيضا ثلث لنفسك وثلث لطعامك وثلث لشرابك، تقسيم المعدة. لا، هم يمنون على النفس. هذه لا، لازم يكون في معنى مع نفس. طيب ليه ما يكون على المويه؟ انا لاحظت ناس يمنون على النفس. المويه لا، يعني ما يعني بس الاكل ما يقدر. فانا اقول والله يا ابو سعد، والمزعجني اكثر السمنه بين الاطفال. يعني انا مثلا ما ترى ما صرت كذا مربرب ولا صرت كذا شو يسموه يعني مليء ممتلئ الا بعد ما تجاوزت انا الحين عمري 30، بعد ما تجاوزت ال 20 حعديلك.
والله ما اقول شيء. لا 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 والله ما اقول. لا خلي الامور اسرار. لا يعني ما بديت اصير سمين الا بعد ما عموما هو شوف السمنه طبعا هي موجوده في الحقيقه في كل مكان، لكن انت دائما ترسخ مفهوم مهم جدا اتمنى اذا تكرره، هو مفهوم موضوع الرياضه. نعم. يعني الحين يجي واحد نحيف جدا ويكون يمارس الرياضه يقول ما تحتاج، صحيح انت شوي بتختفي، ما يعني هذا ما لها علاقه، او واحد مثلا مليان ويمارس الرياضه زي انت مليان شوي يقول لك يا اخي بس ما مو مبين انك تسوي رياضه. الرياضه لا مفهوم شوي ابغاك تتكلم عنه. والله اشكرك انك ذكرتني يا ابو سعد فعلا، وهذا ياما كتبته في المقالات. اعتقد انا اول ما لفت نظري لهذا صديقنا الكبير اينشتاين يقول كان اذا عندي مشكله في الرياضيات ما لجت لها حل مشيت حتى اجد لها حل. انا يوم كنت صغير مراهق انظم الشعر كنت اذا صعبت علي القافيه زي جرير ادور في السطوح زي الاهبل حتى اجد الفكره. وفي الامانه يعني اقول لك انا سيبا من موضوع الرياضه للتخسيس، انا اعتقد افضل مخلص ومصرف للطاقه الزايده هو المشي. بعطيك قانون، انا كنت في بريطانيا كنت ساكن عند عجوز، جو البوليس مرة استدعوها ليش؟ قالوا إنه أنت عندك كلب، والكلب هذا بايلو بالقانون لازم يمشي 3 مرات في الأسبوع، لأنه لو ما مشي 3 مرات في الأسبوع يتوحش الكلب، نوع من تفريغ الطاقة. فأنا أقول لك المشي مو موضوع، يعني أنت الحين ما شاء الله رشيق زي الغزال زي الألف ولازم تمشي معي، وأنا قلت لك الأسبوع الماضي تعال نمشي. لا لا أنا ما عندي مشكلة، والله أنا أمشي بدونك حتى، بس المشي معك تحطني عند المقابر. لا والله شوف المقابر اقول لك ليه، لانه أروح معك مره بس كل يوم. لا لا لانه في صمت اول شيء، انا اسمع كتب صوتيه، فازعاج السيارات الناس دائما تكره الموت، فلما تيجي المنطقه الامنه هذه ما حد يدخلها. اتذكر انا مره واحد صيني شاف باب المقبره مفتوح فسال الحارس قال له ليش تركينه مفتوح؟ قال ابدا المساله ببساطه اللي جوا ما يقدر يطلعوا واللي برا ما ودهم يدخلوا، فاحنا تركينه باب مفتوح. جميل. معادله سهله. اي بس اعجبني هذه المنطقه الامنه من المصطلحات اللي راح نناقشها لاحقا. اي والله المنطقه الامنه لانه ما في ازعاج بواري ولا واحد يصفر. طيب. ولا واحد يقول لا بس صارت تستخدم كثير هي هذه. ايوه ايوه. راح نروح فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم من جديد. باقي عندنا دكتور، ايش فيك تضحك؟ مؤمن دائما مبتسم وانا مؤمن. ولا طيب. عندك اعتراض اني مؤمن؟ لا والله ما عندي اعتراض على الايمان الحمد لله، ولا واني مؤمن وانك مؤمن الحمد لله ومسلم ومسكيد ما نبغى نتألى. طيب باقي لنا خبر، 70% من مخالفي نظام الصيد في السعوديه وافدون. طبعا هذا التقرير يكشف انه الأعمال الوافدة صدرت نسبة المخالفين نظام الصيد في السعودية بالنسبة بلغت 70%. المخالفات اندرجت تحت نوعي استخدام شباك الصيد، بنادق الغوص. طبعا أنت تعرف كمان أنه حتى الصيادين السعوديين بدأ يهجرون ذا المهنة لأسباب كثيرة. نعم. ودينا نتكلم عن هذا الخبر. والله شوف الخبر أول شيء لفت نظري أنه العدد الضخم هذا. إحنا مع الأسف زي ما قلت لك أنه بنركز في أشياء بسيطة نترك الأشياء الكبيرة. البحر مصدر من مصادر الرزق، وانت تعرف السمك يعني من أغلى الأشياء. وأنا أتذكر مرة أنه جاني صديق من القصيم الجدة بضم الجيم، فقال لي أحمد ترى ما نبغى خروف تكفي، كفينا 4 كيلو ناجل. طبعا 4 كيلو ناجل قيمة خروفين، هو على باله الحين مقتصد. فالشاهد في الموضوع أن السمك غالي، وهذه مهنة تدر ذهب آلاف. أنا ما أدري عن التبعات، وأنت يمكن قد ناقشت القضية مسألة ابتعاد السعوديين وتركهم لهجرة هجرتهم من صيد السمك. يعني كان في بيوتات في جدة طبعاً مشتهرة في مسألة البحر والصيد وكذا، ليش توكل المهنة هذه تعطى للوافد؟ إما علش الوافد يصيد، لكن أيضا نريد ابن البلد يستفيد. وأنت لو رحت سوق السمك تشوف مثلا تدر ذهب الأسماك هناك. ايضا يعني هي بس كذا نحو ناحيه شعريه، يعني السعوديين دائما مشهورين انه والله غزاله صادته ولا عيون فتاه وقعته في الشباك، يعني هذا اللي فالحين فيه في الصيد، ما نصيد السمك الحقيقي. وانت تعرف واحد زي شو اسمه صاحب روايه همنغواي العجوز والبحر، روايه كامله كتبها عن معاناه الانسان في صيد السمك، وكانها رمز للحياه بشكل عام في اكتساب العيش. نعم نعم جميل يا دكتور جميل. نروح إلى طي قيد الأئمة المحرضين في خطب الجمعة. هذا عبد السلام الثميري من الرياض الاقتصادية.
أكدت الاقتصادي مصادر أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تعمل على إيقاع عدد من العقوبات على أئمة وخطباء المساجد الذين يخوضون في المسائل السياسية والمذهبية والتعرض للأشخاص أو الدول والمؤسسات تصريحا أو تلميحا تصل إلى طي القيد عند تكرار هذه التجاوزات. طبعا في تعميم وزع. أيوة بس ترى أنا الشاهي خلص و... أيوة ما يحتاج كل يوم نشحذ يعني. إسعاف كمالة بالمصري. شوف يا أبو سعد، بالنسبة لخطبة الجمعة كما درسناها في الجامعة وفي المتوسط والثانوي هي ليست منشور سياسي وليست مشروع تحريضي على الناس، هي شحنة زي ما تشحن الجوال، هي شحنة يعطيك إياها الإمام يذكرك بالآخرة وبقربك من الله، يقوي الصلة، ينمي ثقتك بالله عز وجل، يذكرك بالخطأ لتصححه، يذكرك بالصح لتستمر فيه. هذه خطبة الجمعة كما نفهمها. أنت لو رجعت مثلا للخطب، عطنا شاهد الدكتور تفضل. خطب الخطبة تفضل. اي والله بالله عشان قاعد اخطب انا فاحتاج شاهي فاقول لك يعني الخطب دائما انا لا بعدين ترى بتشوشون علينا كده. لا ماني قادر يا اخي، ترى الخطبه ما يجوز احد يقاطعها. تفضل. الخطب بشكل عام دائما هي عباره عن تشجيع للانسان، تنميه صلته بالله عز وجل، ولا ننبغي انها تخرج من هالاطار. انت لو رجعت مثلا الكتب التي تتكلم عن الخطب او الخطب الموجوده في التراث تجدها دائما تركز على انك تكون قريب من الله عز وجل. إيه بس خلينا نكون شفافين شوي. تفضل يا سيدي. ترى الأئمة احيانا يقعون في ازمه ما لهم علاقه فيها، يعني مثلا يطلب انه لا يتدخلون في السياسه وفي ظرف ما يطلب منهم يتدخلون في السياسه، يعني هذه كمان مشكله اخرى. المشكله الاهم واللي هي شوي مضحكه غريبه في الاحداث الاخيره في مسجد الرياض لما ان الامام خطب ضد السيسي، عمليا السعودية داعمة للسيسي لأنها ترى أنه ذلك يحقق العدالة في مصر. وجهة نظر المصري لما هو دعا للسيسي المصريين اعترضوا واحتجوا على ذلك. السعوديين اللي اختلفوا معهم هل تتوقع أنه اختلفوا عشانهم مع الأخوان ولا هو فزع مع الإمام خويهم؟ لا يعني غريبة المسألة تتناقض. غريبة غريبة. أنا ما ودي أخصص الموضوع، خلينا نتكلم جنرال يا أبو سعد. أنت تقول أنه أحيانا يجي توجيه، صحيح التوجيه، لكن نتكلم عن تدخل الإمام. الإمام لما يقوم يخطب هل هو يمثل نفسه ولا يمثل الإسلام؟ الإسلام بالضبط. إذن أنت لما الحين تدعي على السيسي أنت الآن كأنك تشرعن الدعاء عليه وتعتبر أنه بطريقة أو بأخرى أنه السيسي ضد الإسلام. هذا المنبر ما ينبغي أنه يصفى فيه حسابات. طيب ماذا لو دعا للسيسي؟ ولا يدعي للسيسي الثنتين. لكن شوف ترى دائما التوجيه دائما التوجيه اللي يجي من الدولة للأئمة ترى يجي بطريقة ذكية. مثلا انه تكلم عن الجهاد، الناس تطلع الجهاد في العراق، يجي الإمام يحث على انه الجهاد لا يجوز الا بولي الأمر في داخل إطارها الديني يشرعن المسألة، لكن لا يتحدث ابدا في منشور سياسي. وقلت لك انه يجب مش انه لازم، يجب انه ايقاف اي خطيب يتكلم عن خليه منشور سياسي. انا يوم الجمعه محتاج اني انبه علاقتي مع الله، لاني 24 ساعه قاعد قدام التلفزيون وتابع. والله اصبح موضوع مصر هذا اكثر من موضوع صيد السمك وسوق الخضار اللي احنا نعاني منها الان. طيب احنا انتهينا من فقره الاخبار. استحدثت دكتور وهذه فكرتك موضوع كتاب الاسبوع. نعم. وراح نبدأ هذا الأسبوع، أعطونا صورة الكتاب ومعاك شذرات والله هذا الذهب. أيوة. شذرات الغزاوي. نعم. واخترت أنه نبدأ في هذا الموسم لأنه يستحق. نعم. بس ترى أبغى واحد يشيله معايا نشيل لك وبس يجي الكاميرا معانا. شوف كيف خلني تساعد أنا وأنت. شوف أيوة هذا يا أبو سعد من أعظم الكتب، من أعظم الكتب وأكثر كتاب يخاف عليه العرفج. نعم بالله. لا هذا لأنه إنجيلي في الكتابة. توديك هذا الجبل في لا 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 في الكتاب أنا قلت. شوف يا سيدي هذا الكتاب كله مزايا لكن في صفة واحدة سيئة جدا جدا وهي أنه كتاب لا يوجد في الأسواق. فأنا مع الأسف أوصي الناس الحين أو أحثهم أو أرشدهم أنهم يقرؤوه، وأرجو من مجلة المنهل أنها تسارع بطبع الكتاب عدة طبعات مختلفة. وللأمانة أنهم يرجعون مبنى المنهل بعد. وللأمانة يرجعون مبنى المنهل. شفت مبنى أيوة. لا ويا أخي في صرح ثقافي حنا الناس نطالب. هم أخذوا ولا ما ولا لا لا ما نوقفوا الأمانة الله يسامحهم. يعني حنا قاعدين نتدخل في مصر وتركين مبنى أمانة الأمانة تتدخل في مجلة المنهل إنه مبناها الآن الجميل في 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 حي الروضة. يجب إنه مهما كانت يعني تسهل الأمانة مشروعهم لأنه هذا ليس صرحا لشخص، هذا صرح للدولة. هي نفسها الدار هي نفسها المجلة. أيوة المجلة هي الدار. هذه يا سيدي هذا الغزاوي الله يرحمه أحمد إبراهيم الغزاوي، وأنا فخور أن اسمي زي اسمه. هذا أديب كبير كانوا يسمونه حسان الملك عبد العزيز.
كان شاعر الملك عبد العزيز، وعرف انه شاعر، لكن لم يعرفه الناس الا ناثرا الا قليل، وانا الحمد لله من هؤلاء. انا لو كنت اخاف الله، وان شاء الله اني اخاف الله، كان يجب ان اعيد لاسره الغزاوي على الاقل 100,000 ريال، لاني اخذت من الكتاب هذا اكثر من 200 فكره ونشرتها، وكل فكره اخذ عليها 500 ريال. بطريقه او باخرى، طبعا لا اخذ الفكره انسبها له، لكنه هو ملهم الكتاب هذا. نعم، فيها تنسبها لل... طبعا لكنه ملهم، يعني هذا مثل اللي يلهمك بالافكار، لما تصير مع صديق مبدع يخليك مبدع، لما تكون مع تنبل تصير تنبل، هي بالمجاوره. فانا لما اكون مجاور لهذا، يعني هذا الكتاب وصلت بيني وبين العلاقه، اللي ينام احيانا وهو بجنبي اخاف احد ياخذه ولا شيء، لانه مليء يمكن من 7 سنين وهو ما يفارقني، اقرا واعيد واقرا واعيد. من مزايا الكتاب هذا ايضا انه سبق تويتر، هو تغريدات، كل شذره عباره عن 6 اسطر 7 اسطر صغيره. مثلا يجي الشيخ الغزاوي لكلمه مشهوره عندنا انها شتيمه، وهي ليست شتيمه، كلمه سرسري، هو هنا شرحها، يقول سرسري جايه من الفعل سرسر، سرسر هو صوت السكين، لما انت تسن السكين هذا الصوت سرسره، فهو السرسري هو الانسان الذكي الحاد الذكاء، بس ذكي بطريقه الشر زي السكينه اللي تقطع. يتكلم عن سربوت مثلا، هي نفس المعنى، يتكلم عن كلمة بلا حميرة يشرحها. سربوت إيش معناه؟ مهم. لا، سربوت هي نفسها في معنى الذكاء، الإنسان الخرتيت اللي يعرف كيف، يعني كلها تدل على أن ذكاء بالاتجاه السلبي وليس بالاتجاه الإيجابي. يتكلم عن كلمة بلا حميرة، أنا تعرف بحكم أني نصير الحيوانات انزعجت من كلمة بلا حميرة طبعا، والحمار والحمار وذا، أيوة. فالحمد لله الغزاوي انتصر لي وقال أنه بلا حميرة ليست لها علاقة بالحمار، بلا حميرة جاية من كلمة لغة حمير، لما واحد يتكلم كلام غير مفهوم الناس ما تفهم، ويقول لك انت تتكلم كلام بلا حميره، يعني تتكلم كلام اهل حميره الذي لا يفهمه العرب. يتكلم مثلا عن كلمه الشيوخ ابخص، ويبدا يشرح لك ايش ابخص، يتكلم عن كلمه في القصيم ما حد يعرف ودك ما ودك، يرجع الكلمه العاميه البسيطه الى الفصحى. يعني في هذا الكتاب تقريبا في اكثر من 3 مليون معلومه بدون مبالغه، 3 مليون معلومه كتبها الشيخ الغزاوي خلال 20 سنة، كان ينشرها في مجلة المنهل، بعدين ارتعى صاحب المنهل الشيخ عبد القدوس الأنصاري أنها تجمع في كتاب، وهو طبعا من أنصاري في مسألة ضم جيم جدة، لأن الضم أحسن من الفتح. نعم، جميل. يعني احنا هذه الفقرة خلصت، الآن راح نروح إلى بعد. لا بس لا، لحظة، ذكرتني في الكتاب عشان من باب الأمانة، هذا الكتاب زي الست الولادة، ولاد بمعنى أنه أنا إلى الآن أعرف 3 كتب خرجت من هذا الكتاب. نعم. الدكتور عدنان اليافي صديقنا العزيز أخرج كتاب اسمه جدة في شذرات الغزاوي، الأستاذ حماد السالمي طلع كتاب الطائف في شذرات الغزاوي، الأستاذ عبد العزيز صقر الغامدي طلع كتاب اسمه الحج في شذرات الغزاوي، وأنا إن شاء الله في طريقي إلى إخراج كتاب اسمه حركات الجسد، حركات الجسد في شذرات الغزاوي. شذرات الغزاوي. شكرا يا دكتور على هذه المعلومة، وإن شاء الله الناس بس ما راح تقدر تأخذه لأنه غير موجود، إن شاء الله يعاد طبعه سواء من المنهل أو من أي دار إن أخرى. شاء الله. طيب، إحنا عندنا أيضا كاتب الأسبوع، هذه فقرة موجودة من قبل من الموسم الماضي، وراح نبدأ يعني هذا الموسم بكاتب مهم جدا في المملكة العربية السعودية وفي تاريخ الصحافة السعودية، لمن يتفق معه ولمن يختلف، ولكنه يظل قامة صحفية أسهمت كثيرا في نجاح صحيفة السعودية أو صحيفته، وهي صحيفة عكاظ، على مستويات كثيرة أبرزها التسويق والإعلان وأيضا الرسانة. الدكتور هاشم عبد هاشم هو كاتبنا لهذا الأسبوع، مقالاته بنستعرضها سريعا، حاسبوهم، عجز الإدارة كيف نعالج، صداع البطالة المستحكم له حل، قفوا عند هذا الحد، مغالطات الواشنطن بوست، أنوسة بالإكراه، نعمة الفقر، منهج صادق وأمين، مصر التي نريد، أدعياء وحاقدون على الوطن ضد أعداء مصر، جنبوا بلدكم الكارثة الخليج ودعم مصر المستقبل، جاحدون بحق الوطن، ثقافة جديدة مطلوبة، سماح وصمة اليمنيين والتشاديين، الشراكة في حماية العالم، من يستخدم القاعدة، إلى يعني مقالات كثيرة. وحتى الدكتور هاشم عبد هاشم عندما انقطع الكتابة في عكاظ وابتعد، كان يكتب في صحيفة الرياض، وعملي لم ينقطع الكتابة. راح نأخذ نموذج
الهاجس، وهو مقال ربما قريب ليس بعيد للدكتور هاشم عبد الهاشم، يقول: مررت خلال إجازتي هذا العام بكل من باريس وبوسطن ونيويورك الأمريكيتين، وفي كل فندق قمت فيه وعائلتي كان يطاردنا جرس الإنذار في كل مدينة من المدن الثلاث. تعجبت كثيرا وتساءلت هل هي المصادفة أن يقع محظورا في كل فندق يقيم به، أو أن هذه هي في حالة هي حالة جميع فنادق المدن الثلاث، أو أن الأمر أبعد من كل ذلك. سألت نفس السؤال وأتوقع أن تكون الإجابة هي أن هناك شعورا مسبقا بالهلع في أوروبا وأمريكا من احتمالات وقوع محظور في أي لحظة، حريق أو تفجير أو كارثة متوقعة على مدى الساعة. فقد كانت أجراس الإنذار المزعجة سببا في أن نغادر غرفنا ونهبط جريا عبر سلالم الفنادق التي أقمت بها، لنلتقي العشرات بل المئات من السكان، بعضهم ببجامة النوم وبعضهم حافي القدمين، والبعض الثالث بغمس العينين، والبعض الرابع كان عاري الصدر لأنه لم يجد الوقت الكافي لارتداء التيشيرت. أما النساء فإنك ترى العجائب فيهن مما أصابهن من ذعر، وقد بدت بعضهن في حالة مزرية وغير لائقة. تلك هي الحالة التي تعيش أكثر دول العالم استقرارا في هذه الأيام، وأي حالة ليست أحسن بكل المقاييس من أحوال الدول العربية الغارقة في الفوضى. فهل نستطيع بعد هذا أن نقول من أعمق أعماقنا لك الشكر والحمد يا رب العزة والجلال على ما نحن فيه؟ بعدين القفلة الأخيرة هي لحظة، أن تموت مرة واحدة خير من أن تموت في كل لحظة. تفضل. طبعا على الأستاذ هاشم عبد الهاشم، هو مجموعة أشخاص، نحن لا نتكلم عن هاشم عبد الهاشم الذي هو كان مدير عام عقاب، ولا نتكلم عنه رئيس تحرير السابق واللاحق، نحن فقرتنا هي كاتب الأسبوع. نأخذ هاشم عبد الهاشم في مزايا في 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 خانته الكتابية فقط. دعني أولا كالعادة أتحدث عن المزايا ثم أتحدى عن السلبيات. من مزايا الأستاذ هاشم عبد الهاشم الاستمرارية في الكتابة. طبعا أنت تعرف العرب يقولون الدائم شديد، الإنسان لو أنه كل يوم تقول له تعال قول لي السلام عليكم، بعد شهر حيمل، حتى لو أنه يقول السلام عليكم يمر دقيقة يتعب. فالاستمرارية، هاشم عبد الهاشم يكتب وأنا في رابع ابتدائي، الآن تقاعدت ما شاء الله وما زال يكتب. فالاستمرارية والصمود هذه خطوة جميلة جدا. اللغة عند هاشم في مجملها أنيقة وجميلة وواضحة في غالب الأحيان. نقول المقاطع مريحة، هو يستخدم طريقة البرغرافات الإنجليزية، بمعنى أن كل برغراف يحط له علامة يبدأ من جديد، بحيث أنك أنت وأنت تقرأ ترتاح، لا تتعب العين، ليس يأتيك نص كذا كأنه كتلة اسمنت 500 كلمة ليس فيها فاصلة ولا علامة ترقيم. جمله قصيرة وهذه متميزة، يعني الجمل القصيرة دائما تعرف المتلقي كسول لما تجيب له المبتدأ وبعد 6-7 جمل تجيب له الخبر، أو بعد 7 كلمات تجيب له الخبر، ما يستوعب. فالمستعجل المتلقي عجول، هاشم عبد الهاشم يعالج هذه الناحية من حيث أنه يعطيك الجمل القصيرة. كنت في أمريكا في الصيف، انتقدت الجملة كاملة. يجي واحد غيره، كنت مسافرا مع عائلتي قبل أشهر في أمريكا، الجملة أحيانا تضيع. جمله دائما قصيرة كما قلت، همومه دائما سياسية واجتماعية، وأحيانا يعبث في الغرام والحب، يكتب وجدانيات. أنا كمتذوق ما أستسيغ، بس ما أجدها توافق شخصية هاشم اللي أرتزم عندي بتلك الشخصية الرزينة إلى حد ما والجادة في أكثر الأحيان. هذا ما يخص المزايا. ما يخص المسالب، هاشم عبد الهاشم لم يطور نفسه منذ 30 سنة. يعني انت قرأت المقال الآن مثل هالمقال كتبه قبل 30 سنة. 30 سنة عبرت لم يغير هاشم عبد الهاشم. أحيانا الناس يقول لك يا أخي هذا الثبات جيد، يعني زي لما تحافظ على وزنك ولا تزيد هذا جيد. وأحيانا يقول لك الناس لا، يجب أنك ما تكون عمود كهرباء ولا جبل، لازم تتغير كل فترة وفترة. نعم. كل سنتين الواحد يلاقي عندك جديد. أيضا يتهمه خصومه بأنه دائما كتاباته تحلب فينا السلطة، بمعنى أنه يعني دائما في خط الدولة ويكون موازيا لها، في حين أنه يجب أن يكون هو سلطة رابعة للدولة، هو سلطة رابعة للسلطة، بمعنى أنه يشوف مناطن الخلل ويسلط الضوء عليه بحكم بالأداء. نعم. بالضبط. الشيء الثالث أنه مع الأسف هاشم عبد الهاشم إذا أنه تهجم على الإدارات الصغيرة يكون قاسي فيها، يعني مثلا يتكلم عن إدارة معينة صغيرة ومأمونة الجانب يكون قاسي عليها،
نتمنى القسوة هذه تكون في كل الشرائح حتى في القضايا. أنت تعرف الحمد لله نحن والله رزقنا في دولة وسعة الصدر تتقبل النقد إلى حد كبير، لا أقول إلى حد كامل إنما إلى حد كبير. هاشم عبد الهاشم لا يمارس الهامش الذي يستطيع أن يصل إليه. يعني يعني مثلا أنت خذ مثلا رئيس تحرير آخر ممكن يرفع الهامش، هاشم عبد الهاشم لا، هامش أكثر وأقوى من هامش الرقابة في الإعلام. أيضا من المآخذ على هاشم إنه خلال 30 سنة لما تستعرض في ذاكرتك في الإيمج تحاول أن تتذكر مقال واحد خلد في ذهنك من هاشم ما تجد. يعني مثلا أنت لو تطرح أي اسم مثلا خالد الدخيل أو عبد الرحمن الراشد أو كذا أو عثمان العمير يتذكروا الناس يقول له اتركوا التعصب وشجعوا الهلال، يتذكرون مقال أحمد العرفج يتذكر له كذا، علي العلياني يتذكروا له. خلال هالثلاثين سنة ما رسخ ولا مقال واحد، وهذه ترى عيب، لازم الناس تعرفك في إطار معين. يمكن احنا مقصرين في البحث، يمكن في مقالات راسخة. والله يعني شوف تعرف انت يقولون شو يقولون الانجليز، الجمرة السيئة دائما تدخن، لو في كلام مقال يعني شاطح سيصل للناس، بالذات واحد مثلي ومثلك متابعين. يعني انا اتابع ليس 100% لكن هو شوف في فكرة الاحيان المبالغة في ما يقول لك في لي عنق نص قراني. نعم. يمكن في لي عنق فكرة أو عصف، ها أحيانا قد يكون مفتعل أو غير مبرر. قد تكون الفكرة في ظاهرها بس لما تدخل فيه، يعني مثل هذا المقال الذي قرأناه. أيوة هذا المقال أنا جايك الآن أعلق عليه. يعني أنا لا أدري هل الدكتور هاشم عبد الهاشم مقتنع شخصيا يعني بالاستنتاج، بهذا الاستنتاج أبلا. يعني أنت عارف أنت الأثرياء والأمراء والكبراء يروحون يصيفون في باريس وأمريكا ولندن، هذه المدن التي وصفها بالهلع، وتقول لي هنا نحن. أنا ما أقول لك الحمد لله إحنا في بلد آمن، لكن أيضا أمننا ترى مثل الأمن اللي في أمريكا وبريطانيا. إنك تقول هلع وما أدري إيش، طيب أنت ليش تروح أصلا لسار فيها هلع؟ ليه ما يقعد في جدة؟ بعدين هي تجربة حريق يعني. نعم تجربة حريق. يعني مو إذا سكنت في مصر ولا دق جرس الحريق ترى، وفي حريقة ترى مو العيب في الحريق في 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 في, في الحريقة، العيب إن ما في جرس. أنت هنا أحيانا الفنادق ما فيها جرس، وإذا كنت أنت فعلا هلع يا هاشم ليه ما قعدت في جدة بضم الجيب؟ ليش تروح هناك؟ أنا استغرب واحد يقول مكان هلع ثم يذهب له. يعني ربما عنده بنات يدرسون، شباب يمكن عندهم برات. عموما احنا أعطينا المزايا للدكتور هاشم عبد الهاشم. نعم. وأعطينا السلبيات، والدكتور هاشم عبد الهاشم عنده تجربة. أنت قلت أنه أكثر من شخص، رئيس تحرير ومدير مؤسسة. صحيح صحيح. وأيضا مهتم بالإعلان و لا وتيحت له عدة فرص. يعني أنت تعرف وكاتب ايه؟ لما توقف أنت من برنامج مثلا أو تبعد شهرين ثلاثة سنة ممكن عند فرصة تراجع نفسك وتأتي بطرح جديد. هاشم متيحت له هذه الفرصة وتوقف عن رئاسة التحرير سنتين أو ثلاثة، كنت أتوقع أنه سيأتي بشكل آخر، لقيت أنه هذا المقال اللي قلت لك حق الهلع تجد قبل 30 سنة كتب مثله بالضبط. عموما كل التمنيات للدكتور هاشم عبد الهاشم بالتوفيق. إذا في أي شيء تبغى ترد عليه وتعلق عليه فاليوم المقبل المنبر لك، وهذا حقك الطبيعي والمهني، وأنا رحب فيه أيضا أستاذ لنا هو. نعم وأنت يعني مقدر ولك محبة وتقدير، وكل التمنيات لك بالتوفيق. لكن هذا فقرتنا، لازم ننتقد ولازم وانتقدنا الكل، وسيأتي يوم من ينتقد العرفج ويزيد الانتقاد. نعم فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم من جديد. احنا كما ذكر الدكتور احمد في البدايه ان استعدنا ايضا فقره جمله الاسبوع او ليست عباره الاسبوع، العباره المتداوله. طبعا تنشيط تصحيح احيانا بعض الجمل او تحليلها وتفكيكها، تفضل لكم بسرعه. طيب ابشر. يعني هي عباره الاسبوع، تعرف يا ابو سعد انا مهتم في تفكيك اللغه، فكل اسبوع حناخذ عباره ونفكفكها. انا اخترت الاسبوع ذا وصف إسلامي على بعض الأشياء، البنك الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي، إعلام إسلامي، زواج إسلامي. أنا أعتقد في بيئة زي السعودية كلها الحمد لله إسلامية ما يمكن تصفها، لأنها أصلا هي أوريدي هذا في الشعور الباطن في الداخل هي إسلامية. الأفكار ذي تصح في منطقة مثل متعددة الديانات، مثل أمريكا تقول المركز الإسلامي في أمريكا، الأدب الإسلامي في الهند لأنه في أدب بوذي، في أدب كاثوليكي، في أدب هندوسي، في كذا كذا. عبارة مثلا عبارة ميناء جدة الإسلامي،
أنا ما أرى أشوف منها داعي إسلامي. هي صح في وقت من الأوقات كانت مطلوبة، لكن الأشياء تتغير. كان عندنا وزارة إسكان وألغيت، يعني الأمور هيئة قصدك؟ أيوة، هيئة الإسكان والإسكان، لا وزارة الأشغال العامة والإسكان، أي وزارة المواصلات وألغيت. فميناء جدة الإسلامي حتى تكتشف أن العبارة غير لائقة، زي ما يقول المتنبي، وبضدها تتبين الأشياء. وحط ميناء بومبي البوذي مثلا، أو حط ميناء روما الكاثوليكي، حتجد أن العبارة صعبة. أنا أقبل مثلا رابطة العالم الإسلامي لأنها مجموعة دول إسلامية، أقبل منظمة مؤتمر الدول الإسلامية أقبلها، لكن حتى الجامعات ما تصبح جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لماذا الإسلامية؟ هي جامعة الإمام محمد بن سعود كافية، كان الملك سعود كافرة مثلا. لا لا لا، وهي أصلا موجودة في السعودية، السعودية أي. بلد إسلام وبلد طيب. العقيدة الحمد لله وصلت. نبدأ في المقاطع. أول مقطع، وعل وعل يا الله يا أخي، شوف الشجاع عند الأطفال. أنا يوم أنا صغير كنت خاف من بسة، هذا يتمرجح على وعل، وبعدين نشوف أخوه الثاني قاعد يطالع. بس وعل منتهي بعد يعني. ولو كان يسأل أسد يخاف الناس منه، هو ميت ترى، ممكن يرجع يحيى ولا شيء. فشوف أخوه الصغير أيضا قاعد يطالع فيه، ما يطالع فيه لأنه معتبر الموقف عادي. عادي إنه متعود. يا أخي إيش الأطفال الشجعان هذول، وينهم عنا يوم كنا صغار؟ طيب ناخذ أين نشوف البيئات ترى لها دور. أي أيوة والله، أنت كذا اقترع رعت بين المدينة وجدة، ويعني قسمنجي تجميع حجازة. أيوة أيوة وأكل فول. وتأكل فول من حمام الحرم أنت. طيب ناخذ المقطع الثاني. يعني مو دائما في شجاعة. أي مو دائما. تحسفني أنا يعني. أيوة. في ناس عندهم أحيانا فوبيا من أشياء. لا بس أنا تعرف لأن قصمنجي تجميع حجازي ما ولفت على الضب. جماعتنا في القصيم وفي نجد يأكلون الضب ويعتبرون كبسة الضب زي ما تقول كبسة إيش أقول لك، كبسة مقادم، يعني أكلة محببة. أنا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحبذ الضب ولا أكل ولا حب لحم، رغم أنه كلام الجاحظ لو تقرأ عن الضب تنبسط. يعني الجاحظ كتب يمكن 20 صفحة عن الضب، قال من مزايا أنه ما يشرب موية، هو الوحيد اللي ما يشرب موية لكنه يأكل ورقيات فيها ماء. أيضا أنه في خفة دم الضب، يعني يتمايت أحيانا يسوي نفسه ميت. وقد قريت قبل فترة أنه تعرف الأخوان لما يصيدون الضب دائما يدخلون لي الغاز في الجحر فيموت. الله أي أي، فدخلوا لي الغاز من هنا وقعد الضب شوية طلع من الجهة الثانية متلطم، قال قديمة يا شباب. طيب نأخذ المقطع الثالث. هذا ثاني. أوه يا ريبري، أوه يا أرلي، أي أرلي، خلص يا أرلي وضعب يا أرلي. فعلها رواني، فعلها رواني، فعلها يا ملعوبة ببات الميرة بالرأس تجاول طور والطور اللي زيدان إلى ريبري إلى تيرلي أورلي وبحاول مرور لكن الكرة مقطوعة توصل لها للمنتخب الأرجواني. أوه لكنها فاول المنتخب الأرجواني. لا ملعوبة. شفت تأثير التعليق التونسي؟ أي والله. شوف أنا رغم تحفظي على الرياضات هذه اللي ما فيها جهد بدني، لأنه مع الأسف إحنا بدل ما نلعب كورة ونتنشط صرنا نتفرج عليها، لكن أنا لو كان لي يد في روتانا، هي طبعا عندي يد بالصغيرة، إنه تبحث عن هذا الولد وتنميه وتعتبره من صناعة روتانا كمذيع. الولد لديه موهبة حادة في الالتقاط والذكاء، هذا ممكن لو عمره 13-14 سنة تخليه يعلق مباراة. لا لا، بالذات مباراة الاتحاد. بنقول يعني ترك العجمة، الشباب يقولون ترك العجمة إنه رياضة. لا ينفع إنه في قناة مثلا عندها الدوري مثلا بالضبط، قناة السعودية. بالضبط. أخونا روتانا ما عندنا الدوري. أخونا ترك العجمة يعني يتبناه. لا يتبناه بس هو ينفع معلق. وبشرط إنه يكون أول مباراة يعلق عليها الاتحاد، لأن الاتحاد يوازي طبقته الصوتية العالية. مستوى عالي. تمرير أجندة. نأخذ مقطع أيضا. يلا كل واحد على فصلة، يلا بسرعة بسرعة،
الواحد على فصله. يلا اطلع لنا جوا، يلا على فصلك. يلا يا بابا، يلا يلا. سنة أولى ألف، سنة أولى باء، سنة أولى جيم، سنة أولى تات. اللي متأخرين قاعدين هناك، يلا يلا. أيوة شاطر، يلا يلا يلا. سنة أولى، يلا. أنت في الروضة، ما أنت عندنا. أنت وين أبوك؟ بكرة تجي معاك إن شاء الله. يا سلام يا أخي، وتلومني في حب الحيوانات. لما أحب الحيوان، شوف كيف اسمعون الكلام، منظمين، راحة ودخول. أنا أتحدى إذا في المدارس تلاقي الهدوء ذا. هل سمعت غنمة رفعت صوتها ولا جفرة رفعت صوتها؟ ما في، بسكينة وهدوء يسمعون الكلام. بعدين يا أخي لما تسيبنا من هذه، يمكن هذه فيها شوية مزح، لكن لما تشوف المحالب في أستراليا اللي يجيبونها دائما، تشوف أنه يعني سبحان الله في موسيقى تدق بإذن البقرة تتجه للمحلب زي البيجر، فيذهبون المحلب بكل أدب وانتظام. ألف بقرة مسكين سراء وبدون ما يطلع صوت، هنا عشرة مسوين عند الخباز مضاربات والدعوة مناهب، والثاني يقول مسألة سراء ولا مناهب، سراء ولا مناهب، ولا مناهب. عشان نعرف النظام. طيب ناخذ مقطع رابع، مقطع خامس يمكن. هذا بشير حمد سنن يمكن، أو هو يا بشير يا فهد بن سعيد يا عيسى الأحساء، يا عيسى الأحساء. لكن تلاحظ يا أبو سعد قاعد يغني في السطوح، الولد موهوب. أنا يا أخي أتغجب والله، تعرف من خلال فترتنا الماضية في يا هلا برنامج، كل الشباب اللي يطبل على قدر واللي ذا في مواهب، لكن ما تجد الاحتواء ولا تجد هنا. هذا قاعد يغني في السطح لأنه خايف ولا ما يبغى حد يسمع ولا شيء. صوت جميل كلهم الاثنين يعني، اي والله صوت جميل، ويعزفون طربانين وعايشين جو سعيد. وبعدين ماسكين الموروث قديم ابدا. بعدين ما غنوا محمد عبد ولا ايش، لا يوريك انهم متاصلين، جابوا من القديم مره من الارشيف. حتى اللي غنى محمد متاصل ايضا، اي اكيد ما هي مشهوره يعني. يعني انا وانت الحين على انك انت تعتبر استاذي في الفن، ما قدرت تعرف مين اللي الاغنيه لمن. لا لياقتنا يبدو لي قلت، شاغل الحياه الله. عيد باي حال، عيد باي حال، عيد. طيب وموضوع سوريا وموضوع مصر وموضوع كلها تشغل الواحد. طيب ناخذ المقطع الاخير. إذا زاد الهم عندك، أيوة هذول كبار شوي. كبار أيوة. شوف يا سيدي، الرواية الكبير ماركيز له مقولة يقول لا أستطيع أن أطرب ومعدتي فارغة. هم طبعا بعد ما أكلوا وانبسطوا غسروا القدور وغلبوها طرب. منه فيه، منه فيه أبدا، ولا من طبخ. طيب البيت كله من طبخ البيت. طيب دكتور شكرا لك دائما. إحنا بس في شغلة جميلة من فريق الحقيقة برنامج يا هلا لك كذا، احتفال يعني احتفالية بسيطة بما أنك يعني في أول طلة لك مع الموسم الجديد. الله، وهي صورتك موجودة طبعا. الله، هذا أنا والله فعلا. وهذا طبعا الحقيقة شكرا لمحمد الحبيب وموسى الموسى مصعب المرضي واسماء الحمد وعلي المالكي. الله، كل الشباب عشان ما أبغى أنسى أحد. شوفوا أنا همني بس الحين بالقطعة ما راح نقطع رأسك،
بس تعطونا سكين بحيث انه نقفل الحلقه وهو يقطعها الدكتور؟ لا بس يوم العرفج العالمي هذا ما ادري عنه انا، ما حد قال لي عليه. لا هذا بس كذا مرتبط بس بالكيكه. والله يا اخي لا الكيكه حلوه، ايش رايك اخذها مع البيت؟ ليش تقطعها؟ لا هذه مو بصوره، هذه لازم الشباب ياكلون معك كذا. طيب. عموما اذا ما عاد عندنا وقت احنا بنقطعها واحنا على القفله، وقتنا انتهى. شكرا لك يا دكتور، هذا اقل شيء من الله البرنامج. الله يعافيك، الف شكر لكم جميعا والفريق يا هلا. ان شاء الله احاول اقدم ما يرضي تطلعات ومتطلعات الكيكه ايضا. نعم شكرا لك، الله يعافيك. اذا احنا وقتنا انتهى، نلقاكم انا القاكم يوم السبت. باسل الثنيان الصديق العزيز والزميل الاروع راح يكون معكم غدا. يا هلا مع باسل الثنيان. لا هذا لا بالله ما بقطع راسي يا مال الله. لا اقطع من هناك يا هلا، لا اقطع عشان هذا خلاص مشينا.